عالم الحشرات عالم مخيف بحق، فلا يمكنك تخيل ماذا يمكن أن تفعل هذه المخلوقات الصغيرة للغاية. فنحمد الله بحق على أنها بهذه الحجم، فلو كانت أكبر قليلا لربما قضت علينا نحن البشر بسهولة تامة. على سبيل المثال، هناك نوع من الذباب يدعى بيسيوداكتيون، يستخدم طريقة تكاثر مروعة. هذا النوع من الذباب قد لا يمكنك رؤيته إذا لم تمعن النظر، كما أنه لا يبدو مثيرا للاهتمام. فحجمه يتراوح بين 1 و2 مليمتر فقط، يملك عيونا كبيرة نسبيا وظهر محدب بارز، حتى أن العلماء يطلقون عليه اسم الذباب الأحدب. يحقن هذا الذباب بيضه في الكائنات الحية وخصوصا النمل، حيث يقوم بضخ ما يقرب من 100 إلى 300 بيضة. في بداية الأمر تبحث أنثى الذباب عن الضحايا المحتملين، وبعد تحديد الهدف تتخذ الأنثى مكانها وتحوم حول الهدف 4 مليمترات، وفي أقل من ثانية تضرب ضحيتها بوعاء البيض بشكل متقن، ثم تطير بحثا عن هدفها التالي. بعد أيام قليلة تفقس البيضة وتهاجر اليرقة إلى رأس النملة، حيث تتغذى أولا على العضلات الكبيرة التي يستخدمها النمل لفتح وإغلاق أنيابه القوية، ثم تشرع بعد ذلك في التهام محتويات الرأس بما ذلك المخ. ولمدة أسبوع أو أسبوعين تتجول النملة بلا هدف، وهي لا تشعر بنفسها أو تسيطر على أفعالها، فتكون أقرب ما يكون لمشاهد الزومبي التي نراها في أفلام الرعب، وتستمر كذلك حتى تموت في النهاية من العطش. في تلك المرحلة تكون اليرقة والتي أصبحت تملأ تجويف الرأس بالكامل قادرة على إطلاق مادة كيميائية تعمل على تحلل الأغشية التي تحمل الهيكل الخارجي للنملة، مما يسبب سقوط الرأس. عند هذا الحد تبدأ المرحلة التالية، الأمر الذي يستغرق فترة تتراوح ما بين 2 إلى 3 أسابيع لتكمل تحويلها إلى ذبابة، وأخيرا يتم الوصول إلى مرحلة البلوغ، ويخرج الذباب من تجويف الفم ويبدأ رحلته في العالم الخارجي. هناك أمر آخر غريب في هذه الذبابة، حيث أن جنس الذبابة لا تحدده الكروموسومات كالمعتاد، ولكن الأمر يعتمد على حجم رأس النملة المستضيفة. فاليرقة التي تتطور داخل رؤوس كبيرة تنمو إلى إناث، بينما اليرقات التي تتطور داخل رؤوس صغيرة تنمو إلى ذكور. وبالرغم من أن هذه العملية تحدث في وقت يتراوح ما بين 4 إلى 12 أسبوع حسب درجة الحرارة، إلا أن البالغون يعيشون حوالي من 3 إلى 5 أيام فقط قبل أن يضعون البيض مرة أخرى ثم يموتون. قد تبدو طريقة التكاثر هذه مرعبة، ولكنها مفيدة لنا كبشر بشكل كبير. فبين الأنواع العديدة من النمل يتطفل هذا الذباب على أنواع محددة، مثل النمل الناري، والذي يعد آفة مستعصية في بعض دول العالم مثل الولايات المتحدة، ويصعب التغلب عليها نظرا لعدم وجود أعداء طبيعيين له. فقد تمكنوا من الانتشار والتكاثر بسرعة كبيرة، حتى أنهم يتسببون في دمار يقدر بحوالي $1 مليار في ولاية تكساس وحدها كل عام. وفي محاولة للسيطرة على انتشارهم بدأ الباحثون في إدخال ذباب النمل إلى تكساس، ولكن مع الحد من معدلات التطفل بحيث لا تزيد عن 3% حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. ولكن لا داعي للقلق، فهذا النوع من الذباب لا يؤثر على النمل الطبيعي أو الحيوانات الأخرى. هذا النوع من الذباب طفيليات تعتمد على النمل الناري في التكاثر، بالطبع لا تمحوهم تماما، ولكنها وسيلة فعالة للحد من أعداده، وبالتالي خلق نوع من التوازن.